أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من الريمونتادا. النهاردة ماتشات مهمة جدا في الدوري المصري، وصراع قوي جدا على القمة. النهاردة بيراميدز بيفوز فوز مهم جدا على البنك الأهلي بهدف رمضان صبحي 1-0 في الدقيقة 71، والمقاولين بيتعادل مع سموحة 1-1. طبعا فاروق أحرز المقاولين في الدقيقة 33، وبعديها بدقيقتين المقاولين ما رحقوش يفرحوا. صديق أوجولا لاعب نادي سموحة في الدقيقة 35 أحرز هدف التعادل، وأخيرا الأهلي بيفوز 1-0 على المقصة بهدف ديانج. يعني طبعا في مباراة هنتكلم عليها بعد الفاصل، مباراة يعني أداء متواضع جدا. لا خلينا نقول يعني لو هنتكلم يعني أفضل كلمة ممكن تتقال أو أقدب كلمة ممكن تتقال على أداء الأهلي، فهو أداء بعيد تماما عن نادي ينافس على قمة الدوري. أداء هزيل من فرقة الأهلي رغم الفوز الحقيقة. وطبعا بيلعب فرقة المقصة مجتهدة، ناس بتكافح وناس مخلصة وإمكانيات محدودة، ورغم كده لأول مرة أشوف النادي الأهلي في آخر تلت ساعة بيضيع وقت. لعيبة بتضيع وقت عايز تخرج بالماتش كده، حاجة غريبة جدا يعني. محدش يقول لي إجهاد، محدش يقول لي اللعيبة مجهدة، لا يعني في لعيبة النهاردة بتلعب ما لعبتش ماتشات كتيرة جدا. يعني بتكلم كريم فؤاد ما لعبش السنة دي 10 ماتشات، محمود وحيد ما لعبش السنة دي 10 ماتشات، ديانج نص الماتشات ما كانش بيبدأها بشكل أساسي، يعني بشكل أساسي. لعيبة كتيرة يعني، حسام حسن ما لعبش نص الماتشات بتاعت السنة دي. مش عارف ايه سر أداء النادي الأهلي، يعني لغز كبير جدا. واكيد لغز، اكيد الأهلي كلهم بيفكروا ليه الأهلي بيلعب كده، ازاي ده نفس الفريق اللي كسب بطولتين أفريقيا مرتين ورا بعض. لكن هنتكلم يعني تعالوا الأول يعني نتكلم عن او نشوف الهايلايتس بتاعت ماتش سموحة والمقاولين. المقاولين يعني كان في احتياج كبير جدا للتلات نقاط. الحقيقة اضاعوا الكثير من الفرص المقاولين، وهنا قدامنا كابتن محمد عودة. المقاولين يعني لعبوا ماتش كويس، ولكن عندهم مشكلة كبيرة جدا ان هم عارفين ان هم موقفهم صعب، بيصارعوا على الهبوط، وده مخلي اللعيبة قلقانة. اللعيبة حتى مش عارفة تحافظ على الفوز، هنا تسديدة حلوة قوي وتصدي، يعني كرة يعني كرة صعبة لان هي بتتحرك كويس، كرة ثابتة في العارضة. سموحة بدأ المباراة بشكل جيد. ده طبعا كره ضايعه من المقاولين، وبلوك بلوك كويس جدا. المقاولين في موقف صعب جدا الحقيقه، محتاج فوز، محتاج ثلاث نقط، ولكن المهم برده ان هو ما خسرش. النقطه تفرق معاه، يعني المهم برده لو ما كسبتش ان انا ما اخسرش، مهم جدا. ده طبعا الهدف فاروقه في الدقيقه 33 مدافع نادي المقاولين، ولكن لسه ما فرحوش، لسه بيحتفلوا. يعني لو طلعوا المقاولين الشوط الاول 1-0 كان الشوط الثاني بالنسبه له هيبقى اسهل بكتير، كانش لنا سموحه يقدر يرجع بسهوله. فاروقه حطها حلو على فكره في الزاويه الضيقه، كره صعبه وجهها ببطن رجله كويس جدا في الضيقه، صعب على الـ على الـ على الهاني سليمان لانها جايه في وسط الزحمه، صعب. بعديها بدقيقتين على طول صديق أوجولا بيحرز هدف التعادل لسموحه، وده بيوريك ان المقاولين عنده مشكله في الكره حلوه برضو، يعني عنده مشكله في الشخصيه ان انت تخش في الجول. بعديها بدقيقتين على طول، يعني لعيبه لو في لعيبه كبار في الملعب عندها شخصيه، اهم حاجه ان انت تطلع الشوط الاولاني كسبان في موقف زي ده.
فكان هدف حلو وجولا استلم الكره كويس وشاطها بشماله. انا في رايي ان الحارس كان المفروض يتعامل معاه بشكل افضل، يعني نزل التراي بتاعه متاخر. والمقاولين بعد كده اضاع فرص كتير، الشوط الثاني اضاع فرص كتير كان ممكن يعني هاني سليمان طبعا في يعني دي كره طبعا تسلل. احمد علي اوفسايد. ماتش يعني كلها كور ثابته، يعني هجمه مرتده، يعني في الاخر الفرقتين خرجوا بالتعادل. وهنا كابتن بسيوني وكابتن محمد وكابتن محمد عوده، واحد واحد. الماتش الثاني ماتش بيراميدز والبنك الاهلي، الحقيقه ماتش تاكس اختار ان هو يريح نص الفريق، كان بيلعب المباراه و50% من مخه في مباراه الزمالك، 50% من مخه في مباراه الزمالك. ولكن اللي ساعد تاكس النهارده ان هو عنده سكواد قوي جدا، يعني تخيلوا لما مدرب يبدا الماتش، ماتش وبتلعب قدام فرقه جامده، فرقه البنك الاهلي فرقه جامده، وتبدا الماتش مريح خمسه او سته لعيبه، خمسه لعيبه مريح، ثلاثه في الديفنس، ثلاثه من الاربعه الاساسيين بتوعه اللي بيلعب بيهم الماتشات الاخيره كلها، مريح احمد توفيق ومريح اسامه جلال ومريح حسين السيد، وفي نص الملعب مريح وليد الكارتي، وقدام مريح فقر الدين بن يوسف. يعني وليد وفقر عندهم ثلاث انذارات، وانا بقول لكم ان هم واخدين انذارات يعني ايه عشان يبقوا يبقوا يرجعوا فاضيين مره ثانيه. الحسابات كويسه في بيراميدز، وبيراميدز زي ما انا قلت لكم من اول الموسم ان هم عندهم اقوى سكواد، اقوى فريق، اكتر فريق فيه عمق وفيه بدائل وفيه لعيبه مميزه وبدائل مميزه في كل مركز هو بيراميدز. وقلت لكم قبل كده ان تاكس مدرب كبير، يمكن الناس يعني كانت ايه بتتريق عليا بتقول لي يا عم ميدو ده راجل كذا وبتاع، عنده عيوب زي اي مدرب، عنده عيوب وانا عارفها كويس وانا اول واحد بقولها له، لكن تاكس مدرب كبير، مدرب بيعرف يستغل الادوات اللي معاه كويس جدا، ومدرب عنده هويه، مدرب عنده هويه. وعلى فكره طور من نفسه كتير من اول لما جه مصر، يعني لو شفت ماتشات تاكس وهو مع وادي دجله اول لما جه مصر وشفته دلوقتي مع بيراميدز، لا دلوقتي لما بيتضغط عليه عالي ما بيتمسكش باللعب من تحت بنفس الاسلوب اللي كان بيلعب بيه مع وادي دجله، طور من نفسه كمدرب. ومدرب تاكس انا في رايي، يعني في رايي ان احسن اتنين مدربين في الدوري المصري هم تاكس وفيريرا، اتنين مدربين اصحاب هويه مختلفه، هما الاتنين مدربين مختلفين تماما ومدارس لعبه مختلفه. فيريرا مدرب بيعرف ازاي ان هو يدير مجموعه وازاي ان هو يستغل كل الادوات اللي معاه، مدرب عامل فيريرا ده عامل زي الترزي، بيعرف يفصل البدله على قدك بالظبط على قدك بالظبط ويقيفها على قدك بالظبط، ولو تخنت شويه هيوسعها لك شويه ولو خسيت شويه هياخد لك منها شويه، هو ده فيريرا. تاكس مدرب من افضل المدربين الاجانب اللي جم في مصر، من يعني معاه فرقه جامده، ممكن تقول لي معاه فرقه جامده قوي وكل حاجه، لكن الكره اللي بيلعبها كره مش سهله، والضغط المرتد والكاونتر بريسنج مع ضغط الماتشات، خلي بالكم كاونتر بريسنج اللي بيتعمل فرقه بيراميدز لما بتخسر الكره بتجيبها تاني في اربع خمس ثواني، ايا كان بقى بيلعب الاهلي بيلعب الزمالك بيلعب البنك الاهلي بيلعب ايا كان، ده مش سهل على فكره، ومحتاج وانا بقول لكم يعني محتاج نظام تدريب معين عشان تقدر ان انت تدرب اللعيبه على الانتنسيتي دي، الانتنسيتي دي ان هم يقدروا ان هم يستردوا الكره باسرع وقت باسرع وقت ممكن. الفريق الوحيد اللي في مصر اللي بيعرف يعملها، اوعى تفتكروا ان ده جاي كده بالصدفه او هباء، لا تاكس مدرب كبير، تاكس مدرب كبير عنده فرقه جامده. ولازم وانا بتكلم على بيراميدز لازم احيي اداره بيراميدز والمسؤول عن التعاقدات، لان انا بنتقد كتير في موضوع التعاقدات، انما لما يجي النهارده نادي
يكون كل اللعيبه الاجانب بتوعه اللي جايبينهم كلهم لعيبه جامده، تعرف ان في نظام كويس وفي عين كويسه، في عين كويسه. يعني انت بتتكلم الراجل توريه اللي في نص الملعب، الراجل ده كل ماتش بيدي كل لعيبه الارتكاز بتوع الدوري المصري درس كوره. يعني لازم لعيبه الارتكاز بتوع الدوري المصري كلهم بقى بلا استثناء يقعدوا يتفرجوا عليه، يشوفوا الراجل ده بيعمل ايه، ازاي في بدايه الهجمه ان هو دايما متاح وافيلبل، وازاي وهو بيستلم ان هو بيتشك ويبص حواليه ومحضر اللعب، الزوايا بتاعت الاستلام بتاعته عشان يبقى وشه للملعب، ازاي ذكائه بان هو بيعمل ستاره قدام السنتر باكين بيقطع الكره قدام السنتر باكين، ازاي الكور الثانيه كلها بتاعته درس، درس لكل لعيبه الارتكاز اللي في مصر. الراجل توريه ده عرى كل لعيبه الارتكاز اللي في مصر او معظمهم عراهم. وده اللي انا بقوله، ان انت لما تجيب لعيب اجنبي لازم يبقى اضافه، بالذات لما يكون معاك فلوس وبتصرف فلوس لازم يبقى اضافه. توريه اضافه، تراوري اضافه، فقر الدين بن يوسف لعيب دولي كبير ولعيب عنده خبرات كبيره جدا ولعيب عنده ورك ريت عالي جدا وبيدافع بشكل جيد جدا. الراجل راس حربه اسمه ايه الجنوب افريقي، كاليه فخري لاكاي، اسف برضه راس حربه كويس. يعني ممكن يكون هو قال لهم، ممكن يكون قال لهم بس برضه راس حربه كويس، بس هو ممكن يكون اقل المحترفين. لو بصيت بره وادي الراجل راس حربه فلسطيني، راس حربه مختلف. فتحيه للناس اللي بتجيب اللعيبه في بيراميدز، مش لعيبه، مش موضوع ان انا معايا فلوس واجيب لعيبه وخلاص، لا، لعيبه تكون اضافه. بلس طبعا الشناوي وعوده الشناوي، يعني النهارده الشناوي عمل ماتش كبير رغم انه راح عليه كور قليله، لكن شايل واحده من المقص يعني ما تتشالش، مش اي جون في مصر يشيلها. احمد الشناوي حارس بيراميدز هو افضل حارس في مصر لو فاق، افضل حارس في مصر، مفيش حارس في مصر يقدر ان هو ينافسه، وبقول لكم كده على مسؤوليتي الشخصيه. يعني احمد الشناوي حارس بيراميدز لو فايق وواقف على رجله ومركز مفيش جول في مصر يقدر ينافسه، لان هو اكثرهم موهبه في كل المزايا. صحيح ضيع وقت كتير، بس يعني ايه، اتس نيفر تو ليت زي ما بيقولوا. مركز كويس الفتره دي، لازم تفضل كده يا شناوي، لان انا بقول لكم الشناوي لو كمل كده انا بقول لكم هيقف اساسي في منتخب مصر، لان الراجل فيتوريا مش عبيط، هيتفرج على الماتشات كلها، ومعاه مدرب حراس مرمى هيبقى بالنسبه له سهل جدا انه يشوف ان الشناوي افضل حارس مرمى في مصر، وهو اصلا لعيب دولي وتربيه منتخبات. ويعني اتمنى ان هو يكون اتعلم من اخطائه، اتمنى. شايفين طول الماتش طبعا البنك الاهلي الكابتن خالد جلال يعني كان مقفل بشكل كويس، ولكن الكره اللي بيلعبها بيراميدز صعبه، صعبه ان انت تقف قدامها، لان بيلعبوا من عمق الملعب. لو انت قفلت لهم الاجناب بشكل كويس عندهم تنويع كتير كبير جدا، لو قفلت لهم الاجناب بشكل كويس بيعرفوا يلعبوا من عمق الملعب كويس جدا، لو قفلت لهم قلب الملعب كويس دايما عندهم الاجناب طايرين. النهارده حمدي كان بيلعب وعمر جابر كان موجود، بيعرفوا يستغلوها بشكل كويس جدا، وعندهم لعيب مش موجود منه في الدوري المصري الا قطعيه واحده بس، كوبي واحده ملهاش تقليد، الراجل اللي قدامكم ده عبد الله السعيد، لعيب كبير قوي. عبد الله السعيد هو كوبي واحده موجوده في مصر، محدش يعني ايه مش كوبي، انا عايز اقول ان هو الوحيد، ما ينفعش تعمل له كوبي، يعني هو نسخه واحده، خلينا نقول نسخه واحده كلعيب من الناحيه الفنيه ومن ناحيه القياده ليدرشيب كل حاجه. ده طبعا الهدف، بص الهدف، الكره اتلعبت بالعرض نزلت لعبد الله السعيد، مفيش ضغط عليه، بص رمضان متحرك ازاي، جول حلو قوي قوي. زي ما قلت لكم رمضان يعني عامل اخر اربع خمس ماتشات يعني حاجه، يعني رجع لمستواه، يعني بص التحرك ورايح وحط الكره بدماغه كويس. رمضان ما كانش بيعمل الكلام ده في الاول، كان على طول بي بي بي
يعني بي 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 بيستلم الكره في رجله، انما بصوا التحرك اللي في مساحه ده بقى ايه شغل تاكس. وبعد شويه هوريكم ارقام رمضان قبل تاكس وارقام رمضان بعد تاكس. دي الكره اللي شالها الشناوي بتاعي. بصوا الكره دي ما شالهاش الا الشناوي في مصر، الكره دي جون، اي جون تاني في مصر الكره دي جون فيه. الكره دي صعبه جدا جدا في وقت صعب. خلي بالك لما اصعب حاجه للجول كيبر لما بيكون تعرف الجول كيبر مركز ولا لا امتى؟ لما يكون ماتش ما بيجيش عليه فرص كتير، فلما تجيله واحده زي دي وتلاقيه فايق ومركز تعرف ان هو مركز على طول، تعرف ان هو مركز على طول. عبد الله السعيد بيلعب بنفس الريتم من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه. مبروك لبيراميدز، فوز مهم جدا، واهم حاجه تاكس عملها ان هو ريح 5-6 لعيبه، سواء بقى عن طريق الراحه الفنيه عن طريق الانذارات، وده هيدخله ماتش الزمالك اللي هو يوم الاثنين بادفانتج كبيره جدا. لان زي ما انتم عارفين الزمالك يعني، وهتكلم عن الزمالك وفيوتشر يعني بعد الفاصل، ولكن الزمالك راحه يوم اقل، رايح لبيراميدز براحه يوم اقل، في ماتش هيبقى فيه ورك ريت عالي جدا ايا كانت النتيجه امام فيوتشر، هيبقى فيه مجهود كبير جدا من اللعيبه، والزمالك عنده 6-7 لعيبه معرضين للايقاف. الزمالك لو فاز على فيوتشر وبيراميدز هتبقى احدى المعجزات الكرويه اللي ما شفتهاش من سنين. لو فاز الزمالك تاني بقول لكم على فيوتشر وبيراميدز هتبقى معجزه كرويه، اعجاز. ليه بقى؟ اول حاجه فرقه فيوتشر فرقه جامده جدا ومعاهم مدرب كبير وعندهم لعيبه كويسه يقدروا ان هم يأذوك اي وقت، يقدروا ان هم يعملوا لك مشاكل. الزمالك طبعا احنا كلنا مش عايزين نعيد ونزيد، عنده نواقص كبيره جدا جدا، وفي نفس الوقت عنده لعيبه معرضه للايقاف. خلي بالكم اللعيب اللي عنده الانذار الثالث دايما بيبقى خايف من حاجات معينه، وداخل بعد كده يلعب بيراميدز اللي مريح 5 لعيبه واللي واخد يوم راحه اكتر منه. وما ادراك اليوم الراحه الزياده في المواقف اللي زي دي في الوقت ده من الموسم. وهنا ميزه ان انت يبقى عندك عمق في الفريق بتاعك والسكواد بتاعك. بيراميدز عندهم 19 20 لعيب جامدين وبيلعبوا في مراكز مختلفه، يعني اسلام عيسى بيلعب هنا وهنا وهنا وهنا، عمر جابر بيلعب هنا وهنا وهنا وهنا، فقر الدين بن يوسف بيلعب هنا وهنا وهنا، عبد الله السعيد بيلعب هنا وهنا، رمضان عنده لعيبه بتلعب في حتت كتيره جدا، بتلعب في حتت كتيره جدا، عمر جابر بيلعب هنا وبيلعب في نص الملعب، عنده اللعيبه بتلعب في حتت كتيره. ف تاني بقول ان 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 الزمالك لو قدر ان هو يفوز على فيوتشر وبيراميدز يوم الخميس والاثنين، خميس والاثنين بتتكلم فرق 72 ساعه بالورك ريت والمجهود الكبير اللي متوقع، تبقى معجزه. ولازم جمهور الزمالك يعرف الحاجات دي، يعرف الصعاب دي، فرقتين كبار في وقت ضيق جدا مع نواقص، مع تهديد بالايقاف، مع وقت راحه قليل، في وقت في السبرنت الاخير في اخر في الامطار الاخيره في الموسم، فصعب جدا جدا جدا. عايز ارجع لارقام رمضان صبحي عشان اوريكم تاثير تاكس على رمضان صبحي وازاي تاكس بيعرف يطور اللعيبه بتاعته. دي احصائيات رمضان صبحي قبل تواجد تاكس في موسم 2021. لعب 32 ماتش، سجل 11 وصنع 3، المساهمة التهديفية 43% لكل مباراة. ده قبل تاكس، ده في الموسم 2021 اللي هي ولاية تاكس الأولى. بعد ما جه تاكس لعب معاه 5 ماتشات، سجل جون وصنع 2، المساهمة التهديفية 60% لكل مباراة. من 43 زادت. لكن بقى السنة دي تعالوا أوريكم. السنة دي قبل وجود تاكس لعب 19 مباراة، سجل هدف واحد وصنع 4، المساهمة التهديفية 26%. بعد ما جه تاكس 11 ماتش، سجل 6 وصنع 1، المساهمة التهديفية 63%. يبقى ده شغل ايه؟ شغل مدرب.
ثلاث اضعاف تقريبا. ده شغل مدرب. المدرب بيعرف يطور لعيبه, مدرب بيعرف يطور لعيب. الجول اللي جابه رمضان صبحي النهارده التحرك ده هو ما كانش بيعمله مع اي مدرب تاني, مع احترامي الكبير لكل المدربين, كلهم مدربين كبار على عيني وعلى راسي, انما اتعلم مع تاكس. ده الجول, الجول لو شايفينه رمضان الاول لعبها. بص رمضان لسه هو واقف ورا ناحيه الشمال اخر واحد على الشاشه اهو. بص اول لما بص السبرنت ده ما كانش بيعمله رمضان قبل كده. ده شغل تاكس, ده شغل تاكس. فبرافو على منظومه بيراميدز. والحقيقه لعيبه بيراميدز يعني انا حاسس ان هم يعني في تغيير كبير جدا من ناحيه الحماس ومن ناحيه الروح ومن ناحيه الاصرار ان هم عايزين ان هم يعملوا حاجه لنفسهم, يعملوا حاجه لنفسهم. يعني ما ينفعش تبقى بتلعب في نادي فيه كل الامكانيات دي وما بتعملش حاجه, ما بتكسبش حاجه. فالمنافسه مش سهله, منافسه الاهلي والزمالك دايما مش سهله. لكن عايز نشوف تصريحات تاكس بعد المباراه. تاكس هاجم الحكام بشده, وانا هنا اخاف على تاكس ان يعني يجي عليه عقوبات. اخاف على تاكس انه يجي عليه عقوبات. هاجم الحكام المصريين بشده, قال لك ما يحدث من جانب الحكام غير طبيعي, خاصة ما حدث في مباراة البنك الأهلي. حكم المباراة احتسب العديد من القرارات الغريبة وحرم بيراميدز من تحقيق فوز كبير. نسبة استحواذ فريقنا كانت ضخمة, وفي نفس الوقت كانت عدد الأخطاء المحتسبة ضدنا أكثر من المنافس. والمباراة التي أقيمت بحكام أجانب كان الأداء أفضل بكثير. ابراهيم عادل قريب من العوده ومن الممكن ان يظهر في مواجهه الزمالك. انا في رايي ان ده يعني اخيرا هدفنا الفوز على الزمالك في المواجهه المقبله, ولكن هناك مباريات اخرى هامه في مشوار الدوري للفوز باللقب. انا نصيحتي لتاكس, نصيحتي لتاكس ما تتكلمش كده عن الحكام المصريين وانت شغال, لان يعني هم في الاخر بني ادمين, وانت مش هتعرف ان انت كل الحكام بتوعك يبقوا اجانب. اه ماتش الزمالك ممكن يبقى حكم اجنبي, انما انسى ان الماتشات التانيه كلها تبقى حكام اجانب. مفيش حد هيوافق على كده, حكامها تبقى مصريين. فالنهارده لما بتهاجم الحكام المصريين بالشكل ده, هما في الاخر بني ادمين ممكن يعرقلوا لك مسيرتك بدون قصد, ولكن بني ادمين. النهارده هيبقى عنده حاجه اجينست يو, او عنده حاجه ضدك لان انت او متحفز ليك. خلينا مش هنقول ان هو هيعمل خطا على عمده, ولكن يبقى عنده تحفز ضدك لان انت راجل انت بتهاجم الحكام علني كده, ان الحكام المصريين كل ما بيحكم لنا حكام مصريين الحكام بيعملوا كذا وبيعملوا كذا. فنصيحتي لتاكس, انت ماشي بشكل كويس جدا وعامل فرقه هايله وبتنافس على الدوري ومعاك احسن سكواد وعندك فرصه كويسه ان انت تاخد الدوري. يعني لو تسالوني ما بين الثلاثه مين الفرقه المفروض اللي عندها حظوظ اكتر ان هي تاخد الدوري, هي بيراميدز بسبب الظروف اللي بيمر بيها بالاهلي والزمالك والحاله الجيده اللي بيمر بيها بيراميدز. تصريحات زي دي, تصريحات زي دي ممكن تعرقل لك مسيرتك وتخلي ممكن يبقى في تحفز من لعيبتك ضد الحكام, تخسر لعيب عندك لعيب خبرته قليله ياخد انذار ياخد طرد. فخلي بالك يا تاكس من تصريحاتك بالذات مع الحكام المصريين, خلي بالك, خلي بالك. يعني النهارده زي ما قلت لكم تاكس في المؤتمر الصحفي هاجم الحكام بشده. معايا محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز. محمود مساء الخير. مساء الخير يا فيتو. فيتو مساء الخير يا حبيبي, عامل ايه؟ الصوت بس بعيد. فيتو سامعني كده كويس؟ الصوت بعيد شويه يعني انا سامع بالعافيه. طيب الف مبروك يا فتح الله. حبيبي يا ميدو, سلام لي حبيبي, الله يبارك فيك يا ميدو. فتح الله النهارده اخترتوا ان انتوا تريحوا عدد كبير من اللعيبه, يعني تغيير ثلاثه في الديفنس. هل ده كان لحسابات لضغط المباريات وإراحة بعض اللاعبين لمباراه الزمالك؟ والله يا ميدو لضغط المباريات ده اوقع يعني, عشان دي الحقيقه. احنا حتى اللعيبه احنا جينا على لعيبه النهارده وحملناهم مجهود بدني كبير جدا, ويمكن ده اللي كان شويه مأثر على الاداء في بعض الاوقات. ميدو انت لعب ماتش مع الاسماعيلي من يومين بالظبط, مش من ثلاث ايام, ده من يومين بالظبط لعب ماتش مع الاسماعيلي وماتش كبير. وبتلعب بعدها بيومين ماتش مع البنك الاهلي وفرقه قويه وفرقه محترمه. عندك كمان اربع ايام ماتش مع الزمالك.
فانت لازم، واللي بيخليك تعمل الحاجات دي بقلب جامد ان انت عندك اللعيبه اللي بتلعب اقل او ما لعبتش الفتره اللي فاتت لعيبه كبيره ولعيبه تقال جدا يعني، فانت بتعمل الحاجات دي بقلب جامد يعني. فالحمد لله الكل متحمل مسؤوليه، وده الاهم ان كل اللعيبه متحمله المسؤوليه، اللي بيلعب واللي بيقعد واللي بيلعب الماتشات الثانيه. فده بالنسبه لنا حاجه مهمه جدا، وانك تكسب وانت تعمل الحاجات دي وتكسب، ده طبعا بيبقى حاجه محترمه ومؤشر كويس يعني. فتح الله عندكم يوم راحه اكتر من الزمالك، وانتوا عارفين ان الزمالك ما عندوش يعني اللكجري بتاعت ان هو يقدر ان هو يدور ما بين لعيبته كتير. هل ده ممكن يخليكم داخلين ماتش الزمالك ان انتوا عندكم جيم بلان ان انتوا تطولوا الماتش على قد ما تقدروا، ولا بالنسبه لكم اليوم الراحه ده ما يفرقش؟ يعني يوم راحه ما اعتقدش ان هو بيفرق كتير، لكن انت بيته انت بتلعب الزمالك، الزمالك يعني نادي كبير جدا ونادي عنده رصيد كبير من البطولات، والسنه دي بينافس وخد بطوله كاس وناقص لعيبه كمان، وخد بطوله كاس ونص بعد الكاس ناقص لعيبه، وماشي كويس ما شاء الله في الدوري، وكمان فوق باربعه بونت. فكل دي حسابات، وماتش هيبقى ماتش اكيد قوي، اتمنى ان ربنا يكون موفقنا. احنا بنحاول نعمله، قلت لك قبل كده احنا بنحاول ما نفرطش في النقط، وهنشوف في الاخر ربنا يكتب لنا ايه يعني. بس في الاخر انت ايا كان اللي هيحصل تعمل اللي عليك يعني، فانت بص لينا ولنفسنا، وبنحاول بقدر الامكان نريح لعيبتنا وندخل اكبر عدد من اللعيبه في اجواء المنافسه، عشان احنا عارفين ان كل اللعيبه هنحتاجها، فلما تيجي تحتاج لعيب يبقى جاهز يعني. فتح الله تاكس النهارده اتكلم بعد المباراه عن ابراهيم عادل وامكانيه لحاقه بمباراه الزمالك، هل فعلا ابراهيم عادل ممكن ان هو يخش ال 18 على الاقل في مباراه الزمالك؟ والله ميدو اتمنى، لان ابراهيم عادل بالنسبه لي يعني لعيب مؤثر جدا ولعيب مهم جدا، اتمنى انه يكون جاهز، بس انا اعتقد ان في صعوبه يعني، يعني نسبه لحاقه بالمباراه نسبه مش كبيره يعني. فتح الله بشكرك على مداخلتك معانا والف مبروك. دي كانت مداخلتنا مع محمود فتح الله المدرب العام لنادي بيراميدز. بعد الفاصل هنكلمكم على ماتش الاهلي، قلت لكم الاهلي كسب النهارده 1-0 لكن باداء باهت جدا. بعد الماتش هنحلل المباراه وهنفصص المباراه وليه الاهلي رغم يعني يعني ترتيب المقصه خلينا نقول في الجدول النهارده ادى مباراه سيئه جدا. اهلا بحضراتكم مره تانية في الريمونتادا. الاهلي بيفوز على ملعب الكليه الحربيه، بيفوز على المقصه 1-0 بهدف ديانج في الدقيقه 23، بفوز يعني قلق جميع الاهلاويه، فوز مقلق. ورغم ان انا كنت قلت لحضراتكم ان يعني في مباراه الجونه ان الفوز اهم من الاداء، وقلت لكم ان كان مهم جدا ان الاهلي يفوز وهو خارج من ماتشين مغلوب فيهم، ماتشين كبار، ان هو يفوز بغض النظر عن الاداء، ولكن ماتش النهارده مختلف. اول حاجه بسبب طبيعه الخصم، وتاني حاجه طبيعه الخصم ومركزه في الدوري، وتاني حاجه ان انت جاي من فوز. انت المفروض النهارده ان لعيبه الاهلي طبيعي ان لعيبه الاهلي النهارده تعمل رساله للناس كلها، احنا فوقنا. يكسب النهارده مع احترامي الكبير، يكسب، يحاول يكسب سكور 3-4 يفوقوا نفسهم. ولكن لعيبه الاهلي ظهروا بحاله غريبه جدا، رغم ان الاهلي احرز هدف يعتبر مبكر يعني في الدقيقه 23، يعتبر هدف مبكر، الا ان انا مش عارف ايه الحاله اللي موجود عليها لعيبه الاهلي. يعني يمكن الحسنه الوحيده من اللقاء او اكتر او الحسنتين من اللقاء ان ماتش النهارده كان فرصه جيده لاراحه علي معلول، فعلي معلول هيخش الماتش اللي جاي بتاع المقاولين يعني فريش اكتر. والحسنه الثانيه هو المستوى اللي ظهر بيه ديانج في ثلاثه ورا وهو بيلعب باثنين لعيبه على الدايره، لعيب كويس قوي، انما ما يلعبش لعيب نمره 6 وانت بتلعب 4 ورا،
ما يلعبهاش مش بتاعته. وهتشوفه هو خطورة ديانج كلها وهو بيقرب من الجون زي الجون اللي جاب النهارده وزي الشوطة اللي شاطها بعد كده جنب المقص اللي شاطها شاطها حلو قوي. هو ده ديانج لان هو بيعرف ينقض كمان على الكوره ويعرف ان هو يستخلص الكوره في اسرع وقت ممكن، يقدر ان هو يقطع لك الهجمات المرتده من بدري. ولكن تلعبه نمره 6 في 4 ورا لا، هو مميز جدا لو هتلعب بثلاثه ورا. عشان كده سوارش فكر ان هو يلعب بثلاثه. واعتقد ان اكبر مكسب للاهلي النهارده بخلاف النتيجه هو المستوى الجيد جدا اللي ظهر بيه ديانج. الاهلي كان محتاج ديانج جدا. طيب هنرجع تاني للاهلي، ولكن يعني هنرجع تاني نتكلم على الاهلي وهنتكلم باستفاضه عن الاهلي. ولكن النهارده خرجت تقارير في السعوديه ان نادي اتحاد جده اللي لسه موقع له طارق حامد تم ايقافه من القيد لفترتين قيد، والناس كلها بتتساءل ايه اللي هيحصل. طارق يعني لسه منضم حديثا لمعسكر الفريق في النمسا، وكلنا بنتفرج على الفيديوز وهو وحجازي والتجهيز والتحضير للموسم الجديد. مره واحده خرج خبر ان طارق حامد يعني ممكن ما يقدرش يلعب، ممكن اتحاد جده عنده مشكله بسبب مشكله حمد الله طبعا اللاعب المغربي، ان ممكن ان نادي اتحاد جده توقف من القيد. ومعايا يعني تليفون مهم جدا من الدكتور ايمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنه الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي سابقا. دكتور ايمن مساء الخير. يا اهلا وسهلا واحلى مساء عليك كابتن ميدو وعلى جميع الساده المشاهدين والمشاهدات، وشكرا على الاستضافه الجميله مثلك. انت مشرفنا في البرنامج، ودايما الاخوه كلهم في المملكه دايما بتشرفونا. دكتور ايمن، يعني خرجت النهارده اخبار ان نادي اتحاد جده ممنوع من القيد او عنده عقوبه انه ما يقدرش يقيد لعيبه لفترتين قيد، ما مدى صحه هذه الاخبار؟ طبعا هو بكل امانه الى الان ما صدر اي قرار يثبت انه اليوم نادي الاتحاد السعودي او المرتبطين بهذه القضية انه صدرت عليهم عقوبات. الى الان الجميع ينتظر القرارات اللي راح تصدر من لجنة الاحتراف، اما انها هي تصدر عقوبات على المتهمين في هذه القضية او انها ترفض القضية، لانه نادي الاتحاد قدم معروضة او عريضة انه هي بعدم الاختصاص. فهو اليوم كل ما اثير في الوسط الرياضي هو عبارة عن تساؤلات او نعم، لسه ما في شيء اكيد ثبت، لكن كتحليل شخصي وكفرضيه شخصيه، كون انه لجنه الاحتراف استدعت المتهمين في هذه القضيه بعد رجوع التسجيلات من الجهات الامنيه، فهذا او من الجهات المختصه، فهذا يعني يعطي مؤشر انه هناك في حقائق ظهرت، ان هناك في ادله اثبتت. فبناء على هذه المعطيات ربما اثير في الشارع الرياضي انه فعلا راح يكون هناك في منع من التسجيل. بس انت لو سمحت لي اني انا اعرج على هذا الموضوع. طبعا لو نحن رحنا للائحه الاحتراف السعوديه نجد انه اعطيت اللجنه الخيار في تحديد العقوبه، فهو ليس من الضروري أن تكون عقوبة التسجيل العقوبة الصادرة ضد النادي اللي هو منع من التسجيل، وإنما هي إحدى العقوبات. فاللائحة يعني تقول أنه ربما يعاقب النادي بغرامة لا تزيد عن مليون ريال ومنع من فترتي تسجيل كحد أقصى أو الأخذ بإحدى العقوبتين هاتين. فإذا كانت لجنة الاحتراف تريد أن تشدد أو تغلظ هذه العقوبة سوف تصدر غرامة مالية وعقوبة منع التسجيل، وإذا أرادت أن تصدر عقوبة مخففة فربما تقف باللوم أو بإصدار تحذير أو فقط تكتفي بالغرامة المالية. وينطبق نفس هذا الحدث على الأشخاص المتورطين، الأشخاص الطبيعيين اللي نحن كلنا نعرف اللي تم التحقيق معهم، اللي هو الأستاذ حامد البلوي والكابتن مشعل السعيد. فايضا
او عبد الرزاق حمد الله. عبد الرزاق حمد الله لانه لديه قضيه مشابهه منظوره امام الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا، فربما انه لجنه الاحتراف تكتفي بالاختصاص الدولي، فهذا ايضا خيار اخر. ولكن اذا رات لجنه الاحتراف انه ايضا حمد الله من الاشخاص الذين سوف تشملهم العقوبه، سوف نجد هناك عقوبه على نادي الاتحاد وعلى الكابتن حمد الله وعلى الكابتن مشعل السعيد وعلى الاستاذ حامد البلوي، فهذه كلها فرضيات. فانا بس احب اكد كابتن ميدو انه العقوبه ليست يعني هي مؤكدة. موجوده بهذا نعم ليست مؤكده، وليست العقوبه هي فقط منع من التسجيل، العقوبه هي خياريه حسب السلطه التقديريه للجنه، فاذا صحيح. رات اللجنه بسلطتها التقديريه انها تشدد العقوبه وتغلظها فسوف تغلظها بمنع من التسجيل وغرامه ماليه على النادي. صحيح دكتور ايمن. اذا رات تفضل. انا اسف معلش، في حاله يعني ان العقوبه صدرت بايقاف القيد، ده معناه ان نادي اتحاد جده ممنوع من ان هو يسجل لاعبين الجدد صح؟ نعم، اللاعبين الجدد اللي بعد صدور هذا القرار. الان طار الان الكابتن طارق الان مثل ما انت تعرف كابتن ميدو انه فتره التسجيل مفتوحه الان وسوف تنتهي تقريبا في نهايه شهر اغسطس. فاليوم النادي الاتحاد يستطيع ان يسجل طارق حامد، ولكن لو افترضنا انه العقوبه صدرت اليوم وطارق حامد لم يسجل بعد، فاليوم ما نقدر نسجل طارق حامد واي لاعب بعد صدور العقوبه، ولكن الى الان لم تصدر العقوبه فيستطيع النادي يعني ان شاء الله طارق ان شاء الله طارق يقدر يلعب مع الفريق بشكل عادي ويسجل بشكل عادي، لان ممنوع ان اللعيب ينزل التدريب زي ما حضرتك عارف بدون ان يسجل، فاكيد ان هو تم تسجيله. صحيح اكيد. فاليوم لم تصدر عقوبه المنع الى الان على النادي ولا عقوبه ايقاف على الاداريين واللاعب، ولكن اذا صدرت اذا افترضنا انه هذه العقوبه صدرت وكان من بينها المنع من التسجيل، فبعد صدور العقوبه ما يقدرش ان هو يجيب لعيبه ثانيه. ايوه بالضبط. دكتور ايمن الرفاعي المستشار القانوني ورئيس لجنه الانضباط والاخلاق بالاتحاد السعودي سابقا، بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معنا، وسلامنا لكل اهل المملكه، ودايما تنوروا مصر. يعني الكلام واضح دكتور ايمن، يعني واحد من الشخصيات المحترمه جدا في كره القدم السعوديه، صاحب يعني شان كبير في الكره السعوديه فيما يخص القوانين ولجنه الانضباط، كان رئيس لجنه الانضباط في الاتحاد السعودي، يعني بياكد لنا ان القرار ده لا يشمل طارق حامد. طارق حامد راجل تم تسجيله يا جماعه، القانون بيقول فعش لعيب ينزل التمرين مع الفرقه من غير ما يكون تسجل، فخلاص كده الموضوع يعني ايه قتل بحثا زي ما بيقولوا. خلاص طارق حامد ان شاء الله القرار ده لا يشمله، وباذن الله يشارك مع الفريق بشكل عادي. حبيت اطمن يعني طبعا الجمهور على الموضوع ده، لان انا كنت شايف على السوشيال ميديا ان يعني ناس كتير بتقول طارق حامد مش هيلعب وهيروح فين ويروح اعاره، الكلام ده ان شاء الله مش موجود. كل التوفيق لنادي اتحاد جده، وكل التوفيق لطارق حامد طبعا لاعبنا الدولي اللي يعني ان شاء الله يكون خير ممثل لينا في الدوري السعودي. نرجع لماتش النادي الاهلي. النادي الاهلي يا جماعه عنده مشكله كبيره جدا لما بيلاعب اي فرقه بتقفل له ما بين الخطوط وبتعمل كثافه دفاعيه. عنده مشكله كبيره جدا لما بيلعب قدام مدرب بيعرف يرحل كويس وبيعرف ان هو يقفل ما بين الخطوط كويس. والحقيقه النهارده كابتن عيد مرازيق المدير الفني لنادي المقصه اشتغل بشكل كويس جدا بصراحه، عجبني. يعني سيبكوا من النتائج وسيبكوا من ترتيب الفريق، ولكن النهارده عجبني جدا ان هو كان مهتم بالتفاصيل الصغيره، كان مهتم. يعني ده طبعا الهدف ممكن كان غلطه ان كان في اندفاع شويه في عدد اللعيبه اللي موجودين في ال 18 وانت متعادل 0-0 مع الاهلي، يعني كان لازم ان ممكن ال 18 يبقى متامن بعدد لعيبه اكتر. هدف حلو قوي من ديانج على طريقه توني كروز، يعني حلوه جدا، حطها ببطن رجله وجهها في الـ في الـ في الـ في المرمى. ويمكن دي تكون الغلطه الوحيده اللي عملتها فريق المقصه في الوقفه طوال 90 دقيقه. تخيلوا، يعني انا دايما بقول وانت 0-0 بتلعب الاهلي او بتلعب الزمالك
عايزين يجيب الكره من الاول يا جماعه. بعد اذنكم بعد اذنكم جيب. بصوا اوف 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 اوف، في خمسه لعيبه من المقصه جوه ال 18، وانت بتلعب الاهلي والزمالك في رايي يعني كل مدرب طبعا ليه فلسفته، وال 18 مش محميه بشكل جيد، دي ممكن تعمل لك مشكله. معايا كابتن عيد مرزيق المدير الفني لنادي المقصه. كابتن عيد مساء الخير. كابتن ميدو مساء الخير عليك وعلى مشاهدينك الكرام وبرنامجك الجميل. طبعا احنا دايما انا بشكرك على كلامك الجميل دايما يا كابتن ميدو. الحقيقه انا وانت واحد من الناس اللي انا يعني ايه عندي يعني يعني مؤمن بقدراتك، شفتك وانت بتدرب ومعجب جدا بشخصيتك وانت واقف على الخط وبطريقه يعني تحميسك للعيبه ودايما دايما يعني يعني معجب بطريقه الكاتشانه بتاعتك. النهارده عجبني جدا ان انت ما كنتش بتدافع بس، ان انت كنت محفظ اللعيبه ان في تحولات بنظام معين بتتعمل اول لما بتكسبوا الكوره، صح الكلام ولا لا؟ اكيد طبعا يا كابتن ميدو. طبعا احنا زي ما حضرتك بتقول وكنت حضرتك بتتكلم على الهدف قبل ما نرجع لسؤالك، الهدف هدف مركب اصلا من نص الملعب. الكوره كنا في 18 نادي الاهلي، الكوره كانت راجعه طبعا خط الظهر شتتها راحت لسيرجي ايريك. سيرجي ايريك بدل ما يلعبها بدماغه ويحطها تاني في ال 18 عايز يوقف، فطبعا لعيبه النادي الاهلي كانوا 2-1 فخدوها منه فعملوها بينيه بين الخطوط زي ما حضرتك بتقول، فعشان كده ما كانش فيه ارتداد بشكل كويس. وزي ما انت بتقول النهارده الفرقه اللي بتغلط ما بتكسبش، ودايما انا بحفظهم يا جماعه لو انت ما غلطتش هتكسب، فان احنا بنشتغل على الحاجات دي كتير جدا جدا، لكن الامور الفرديه طبعا بتبقى في فروقات طبعا في الكوره يا كابتن ميدو فحضرتك عارف. لكن النهارده برجع لسؤال حضرتك الثاني، اكيد احنا اشتغلنا على التحولات الهجوميه بشكل كويس، قرينا النادي الاهلي، والنادي الاهلي طبعا بالنسبه لكل الانديه معروف ان الاهلي بيشتغل ازاي. لو انا كنت دافعت للنادي الاهلي وما ضغطتش، انا كنت ضغطت في اول دقيقه ضغط عالي وبعد كده ضغطت ضغط متوسط بعض الفترات عشان اوصل بس اللعيبه بتاعتي ان احنا لازم نوصل للثلاثه بونت في البدايه. لو انا ما وصلتلهمش ان هو الثلاثه بونت اللعيبه دي كانت هتخسر من البدايه، فلازم انا اوصل لهم الاحساس ده يا كابتن ميدو. احساس المدرب ده لو ما وصلش للعيبه، اللعيبه هيبقى عندها احباط. فانا دايما كان بوصل لهم ان يا جماعه مفيش حاجه في الكوره مستحيل، ان احنا لو ما ضغطناش والنهارده عملنا كثافه دفاعيه في نص ملعبنا هنخسر. النادي الاهلي عنده حلول وعنده حلول فرديه بشكل كويس جدا كده، عنده لعيبه كبار، فده اللي احنا عملناه. رفعنا الضغوط عن اللعيبه، قلنا لهم الماتش ماتشكم وانا اتحمل مسؤوليه المباراه بشكل كويس، اهم حاجه نأدي اداء ونلعب كورتنا اللي احنا عارفينها، التحول الهجومي بيبقى بشكل كويس. استغلينا طبعا انه يعني حته ان النادي الاهلي ناحيه الشمال بيقدر يعمل النهارده التحول الهجومي، لكن الارتداد الدفاعي بيبقى ضعيف، فانا اشتغلت في ظهر الحته دي بشكل كويس. هل اتفاجئت يا كابتن عيد ان علي معلول ما بداش المباراه ولا كنت متوقع؟ لا لا اتفاجئت طبعا بالتشكيل اول ما جالي. غيرت حاجات كتير طبعا. يعني انا فعلا كنت بلعب بطريقه، اول ما جالي التشكيل غيرت طبعا وطمعت في الجيم اكتر ووصلت الكلام ده للعيبه والحمد لله اللعيبه بتشتغل بشكل كويس. لكن طبعا انت عارف يعني المقاصه طبعا اللعيبه بتنزل اكتر ما عندها في ظل اللي هي يعني موجوده فيه. بنحاول نحفزهم، بنحاول نقول لهم ان في بصيص من الامل ان احنا نشتغل عليه. اللعيبه دي طبعا لو هي حست ان الدنيا بعدت ممكن اللعيب يلعب بتهاون يلعب باستطار. فانا برضو جيت عملت حاجه ثانيه يا كابتن ميدو برضو حاجه مهمه جدا، ان انا جيت لقيت بعض اللعيبه ما بتلعبش ولعيبه صغيره كمان ناشئين، فجبت اللعيبه ما بتلعبش وجبت لعيبه ناشئين حطيناهم، عملنا قوام مع اللعيبه الاساسيه ال 11 اللي كانوا بيلعبوا، عملنا الحمد لله فرقتين بشكل كويس. ففي تنافس دلوقتي، تنافس شريف بين اللعيبه الصغيره واللعيبه الكبيره واللعيبه ما كانتش بتلعب، فالحمد لله يعني بشكل الاداء الحمد لله بيبقى مرضي عن الاول يعني. كابتن عيد مرزيق المدير الفني لنادي المقصه بشكرك شكرا جزيلا على مداخلتك معانا. وقال لنا على فكره جمله مهمه جدا، يعني قال لك ان انا فوجئت ان علي معلول في التشكيل مش في التشكيل، ولما جالي التشكيل ولقيت علي معلول مش موجود فيه عملت خطه من اول وجديد وغيرت حاجات كتيره قبل المباراه. خلي بالكم من الكلام اللي بيتقال، لكن كان طبيعي ان سوارش يريح معلول النهارده، كان طبيعي لازم يريحه مع ضغط الماتشات، لازم ان هو يريحه. وانا لو مكان سوارش اريح معلول ماتش المقاولين كمان، لو انا مكان سوارش برضو كل ماتش هتريحه لعلي معلول هتلاقيه قدام. علي معلول منهج بدنيا،
يعني في الوقت ده المفروض ياخد نص ساعه بس لازم، خاصه ان يعني مسافات قريبه جدا ما بين ما بين الماتشات، لان علي معلول لعيب، علي معلول لو فاق هتبقى يعني هيفرق مع الاهلي بشكل كبير جدا، خاصه على الناحيه الهجوميه. اكلمكم في الكثافه الدفاعيه اللي كان لسه كابتن عيد مرازيق بيتكلم فيها، اللي هو عملها بشكل كويس. النهارده الاهلي بدا بثلاثه ورا، لو حضراتكم شايفين يعني ثلاثه ورا، وطبعا يعني لا ده ماتش الجونه يا جماعه، دي مش دي مش 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 بتاع ماتشنا ده، انا اسف، لا دي انا اسف يا جماعه، ليه جايبين دي؟ دي الكثافه الدفاعيه اللي كان عاملها المقصه، بيلعبوا اولموست كانهم بيلعبوا بسته ورا، باكين الجنب داخلين لجوه والاجنحه بتوعهم ملتزمين طبعا مع الفول باكس بتوع او الوينج باكس بتوع الاهلي، كريم فؤاد ومحمود وحيد في الصوره دي ملتزمين بشكل كبير جدا، وثلاثه قدامهم في نص الملعب وراس حربه ساقط تحت الكوره. الاهلي لما حد بيلعبه بالشكل ده ما عندوش اللعيبه اللي بتعرف تستلم الكوره ما بين الخطوط، ما عندوش اللعيبه دي. يعني المنافسين بتوع الاهلي في التلت الهجومي عندهم لعيبه بيعرفوا يستلموا الكره ما بين الخطوط، بتتكلم على زيزو، بتتكلم على بن شرقي قبل ما يمشي، بتتكلم على شيكابالا طبعا وهو بيلعب، لعيبه كلها بتعرف تستلم الكره ما بين الخطوط كويس، عشان كده في الماتشات دي بتبقى اسهل على الزمالك وبيراميدز. بيراميدز كمان عنده عبد الله السعيد، عنده رمضان صبحي، عنده لعيبه بتعرف تستلم الكره ما بين الخطوط في الكثافه الدفاعيه. النادي الاهلي لا، ودي المشكله الكبيره اللي بتواجه النادي الاهلي، ان معظم اللعيبه اللي موجوده في النادي الاهلي في الثلث الهجومي لعيبه تقدر تجيد في فرق وسط جدول اكتر من فرق مقدمه، تقدر تجيد في فرق اللي هي بتلعب على الكاونتر اتاك، الا الوحيد شويه اللي بيعرف يستلم الكره بين الخطوط في الزحمه وعبد القادر بس. والنهارده على فكره عبد القادر تصرفه في الكره كان احسن، وكان بيباصي اسرع، وكان بياخد قرارات احسن من المباريات اللي فاتت، انما كل اللعيبه التانية اللي في التلت الهجومي ما بتعرفش تستلم الكره في الزحمه بالبلدي كده، لعيبه كاونتر اتاك، من اول بقى طاهر، من اول صلاح محسن، من اول حسام حسن، كل اللعيبه كلهم لعيبه بتوع مساحات، عايزين مساحات، عايزين يجروا. عشان كده انا بقول لكم بغض النظر عن مستوى حسين الشحات وعن رايي فيه، الا ان اصابه حسين الشحات في الوقت ده تعتبر خساره كبيره للنادي الاهلي، لان حسين الشحات لعيب حريف يعرف يستلم الكره في الزحمه، يعرف ان هو ممكن يعمل يخلق مشكله من ولا حاجه حتى لو هيلعب نص ساعه، وهي دي المشكله اللي موجوده عند الاهلي، واللي انا بقولها لكم بقالي 3 4 شهور. ويمكن لما قلت الكلام ده، انا قلت الكلام ده يعني، وقلت ان اللعيبه دي كلفت النادي الاهلي كتير، وان الطريقه الاسلوب اللي هم مش لعيبه وحشه، لعيبه كويسه، لكن اسلوب لعبهم لا يتناسب مع النادي الاهلي. لما قلت الكلام ده يعني الاخوه الزملاء في قناه النادي الاهلي انتفضوا، وانا يعني طبعا عندي احترام كبير جدا ليهم، لكن انا عندي احترام كبير جدا للاستاذ ابراهيم المناسي، احترام كبير جدا للمهندس عادل القيعي، لكن هم لما جم علقوا على كلامي، هم على فكره ساعات كتير بيشيدوا بكلام انا بقوله عن النادي الاهلي، لكن هم لما علقوا على كلامي هم خدوا الهيد لاين بس، خدوا العنوان بس اللي انا قلته، ما سمعوش ممكن الكلام اللي انا قلته كويس. انا قلت ان اللعيبه دي النادي الاهلي صرف عليها فلوس كتيره جدا، وقلت بالارقام اللعيبه دي لعيبه كويسة لكن لا تصلح لفريق بيلعب قدام وفرق بتلعب بكثافة دفاعية على طول، دي لعيبة محتاجة مساحات، صلاح محسن محتاج مساحات، طاهر محمد طاهر محتاج مساحات، كل اللعيبة دي محتاجة مساحات، حسام حسن محتاج مساحات، بيرسي تاو وميكيسوني الاثنين مش أفضل لعيبة أجانب ممكن تجيبهم. فهم كان ردهم عليا إن اللعيبة دي جابت بطولات أفريقيا وبتاع، يا جماعة النادي الأهلي بيفوز ببطولة أفريقيا، ممكن يفوز ببطولة افريقيا باي 11 ممكن لابسين اي لابسين فانيله الاهلي اللي بيلعبوا بيها، لان في سيستم وفي نظام وفي اسم النادي وفي تاريخ النادي وفي الهيبه بتاعه النادي وفي رعب من المنافسين وفي حاجات كتيره جدا. فلما بنيجي نتكلم احنا ما بنقولش هنا عشان بننتقد وخلاص، لا احنا بنقول كلام وقائع. فجي بعد كده الناس دي نفسها هي اللي بقت بتنتقد نفس اللعيبه لما 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 الاهلي بقى اتغلب من بيراميدز. طبعا هم ردوا عليا في الكلام ده لما الاهلي كسب فيوتشر، الاهلي لما كسب فيوتشر اللي هم دول اللعيبه بتاع كل الاحترام ليهم يعني، لكن لما الاهلي اتغلب الزمالك وبيراميدز والاهلاويه نفسهم شافوا قال لك لا ده ميدو عنده حق فعلا، بقى الاهلاويه نفسهم هم اللي بيقولوا لا مش دي اللعيبه اللي تقدر ان هي تأدي الاداء اللي المفروض النادي الاهلي يهاجم بيه،
لعيب النادي الاهلي بتاع التلت الهجومي ده لعيب او نادي الزمالك او الانديه الكبيره لعيب ليه كونيا كده مختلفه. لازم يكون لعيب حريف، لازم يكون لعيب حتى لو سريع يكون لعيب حريف، لعيب بيعرف ياخد قرار في وسط الزحمه، بيعرف ياخد قرار في نص ثانيه، لعيب بيجيب جون من نص فرصه. انما النهارده حسام حسن كره جايه له الشوط الاولاني، لازم النهارده انت راس حربه النادي الاهلي كره ملعوبه له قفشه لعبها له، مش قفشه عبد القادر بتاع اللي لعبها له، مش عارف قفشه ولا عبد القادر، جيبوا لي الهايلايتس. يعني الراجل استلامه للكره راس حربه، لازم استلم الكره واسع لنفسي، استلم الكره بعيد عن الباك واطوق، يبقى عندي وقت ان انا اطوح رجلي. استلم الكره تحت جسمه فاضطر ان هو يلعب الكره بشماله الشوط الاولاني. مش فرويد النادي الاهلي اللي يعمل كده، مش فرويد. فرويد النادي الاهلي ده المفروض يبقى فرويد الاساسي بتاع منتخب مصر. هي دي الكره يا جماعه صح؟ جيبوها لي. بصوا من الاول كره ملعوبه مين؟ ده عبد القادر اللي استلمها وعملها كويس قوي، حسام اتحرك كويس، وقف. مش ارجع لي تاني بعد اذنكم، ارجع لي تاني، وقف. ايوه مش الطبيعي اي فرويد راس حربه بتاع النادي الاهلي، راس حربه اللي احنا طول عمرنا بنشوف حسام حسن، محمد رمضان، عماد متعب، فلافيو، ايا كان مين بيلعب، فيليكس، ايا كان مين بيلعب، لا يمكن يستلم الكره زي ما حضراتكم شايفين كده تحت رجله. ده الف ب بنتعلمها واحنا عيال صغيره، لازم والكره جايه لك بتوسع لنفسك، والراجل ايمن يعني الراجل ايمن، توسع لنفسك عشان يبقى عندك المتر متر ونص اللي تاخد وقتك وتطوح جون او تركنها، تشتري لنفسك وقت. انما بصوا الاستلامه، الراجل مستلم ازاي، ده مش فرويد النادي الاهلي مع كل احترامي، مش ما ما مش مش لا يمكن ابدا. اهو ده بقى، بص ده تاسيس، ده تاسيس، ده ما تقدرش مهما علمت اللعيب عنده 27 28 سنه، علمته ان الكره وهي بتجيلك دي حاجات بقى بتبقى ايه، انت بتعملها من وانت طفل صغير عندك 11 12 13 سنه، والناس بتديك تعليمات، لا المدربين بقى بتوع الناس بتوع القطاعات الناشئين بتوع الفرق الكبيره، وقف استلمش الكره تحت رجلك وهي جايه لك، وسع لنفسك عشان يبقى عندك وقت على الكوره. ايه هو ده التاسيس، هو ده اللي احنا بنشتكي منه، هو ده اللي احنا بنشتكي بنشتكي منه. ولكن يعني عايزين او عايز اوريكم الفيديو مع تعامل الاهلي مع الكثافه مع الكثافه الدفاعيه. ماشي. بص حتى لا لا ده فيديو الجونه، معلش نرجع مش مشكله، لا خلاص 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 مش مشكله. يعني عايزين نشوف تصريحات سواريش بعد الـ بعد الـ 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 المباراه وبعد الفوز طبعا المهم جدا للنادي للنادي الاهلي. يعني طبعا لعبنا في ظروف صعبه بسبب توالي المباريات بجانب ارتفاع درجات الحراره ورفض مسؤولي المخصة رش ملعب الكليه الحربيه قبل اللقاء. يعني انا ارجع يا جماعه، ارجع يا جماعه، ده يعني تصريح مش عارف من حق المنافس ان هو يعني، هل النادي الاهلي النهارده لو ما رشتلوش الملعب مش عارف يلعب؟ مش عارف. ماشي كمل. تحكمنا في مجريات الامور وكنا نسعى لاحراز هدف اخر ولكنني لست سعيدا بالاداء. كده تمام، كده تمام، انت راجل صريح مع الجمهور وصريح مع الناس، ولا اريد تكرار المبررات، فالجميع يعلم الظروف التي نمر بها. اوكي. نحاول تحقيق افضل نتائج ممكنه رغم الاصابات، حاولت تطبيق سياسه التدوير لتجنب السقوط في فخ الاصابات مجددا. وهنا انا بقول لكم ان هو اتعلم من درس السولية. هو هنا اتعلم من درس السولية. السولية الماتش اللي فات كان لازم ما يبداش. وده انا قلته على فكره وكتبته على تويتر قبل ما السولية يتعور. مش بعد ما يتعور، قبل ما يتعور. ولكن مباراه يعني فيها مكاسب كتيره للاهلي، لكن اهم عيوبها هو اصابه الشناوي. الف سلامه طبعا على الشناوي، الشناوي يعني ارتضم بال 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 يعني بالمرمى او القائم او بالعارضه وخرج ما بين الشوطين. الف سلامه على الشناوي، ان شاء الله يرجع في اسرع وقت ممكن. بعد الفاصل هيكون معايا لعيب من اللعيبه المثيره للجدل، دايما عنده اراء شرسه
هنحاول ان احنا نسيطر عليه، ولكن كان واحد من المدافعين المميزين جدا، من اللعيبه اللي انا اتشرفت ان انا دربتهم في النادي الاسماعيلي. بعد الفاصل هيكون معايا لاعب نادي الزمالك ونادي النادي الاسماعيلي السابق ونادي الجونه السابق شوقي السعيد. Benvenuto. Grazie. Allora andiamo a sentire le prime dichiarazioni, oggi le abbiamo ascoltate, di Paolo in conferenza stampa. Ero molto curioso di conoscervi. Ho giocato tante volte contro di voi e giocare sempre qui a Roma è stato difficile, non solo per la squadra, sino anche per quello che fate voi da fuori. E oggi avere il privilegio di essere qui davanti a voi e poter sentire il vostro affetto e calore, mi viene voglia di entrare all'Olimpico con tutti voi sotto la curva. Pubblico incredibile che è qua con noi. الناس كلها قلقانه، شوقي السعيد هيقفل البرنامج بس هو وعدني ان هو هيبقى هادي النهارده. شوقي مساء الفل. مساء الفل يا كابتن، منورني. ربنا يخليك. عامل ايه حبيبي؟ الحمد لله. تعمل ايه دلوقتي؟ والله انا شغال في المقاولات. ما بدأناش. ايوه شغال. بعد اللي بقى اتجهت كده اتجاه غريب شويه. شغال في المقاولات مع شركه محترمه اسمها الشرباجي. في سينا وكده والحمد لله يعني. ايوه شغال ايه يعني؟ برضه بنا يعني شغال. لا شغال واخد شغل منهم من الباطن يعني، خرسانات وكده برضه. مش عارف ان انا جاي اضحكك. ماشي جود. ايه رايك في اللي بيحصل الاول؟ ايه رايك في المنافسه على الدوري وخاصه يعني النهارده بيراميدز كسب، الاهلي كسب، والزمالك عنده ماتش صعب جدا بكره وفي نواقص كتيره، شايف المنافسه على الدوري ازاي؟ والله انا في البدايه انا احب اشكر قطاع الناشئين في نادي الزمالك. طبعا حاجه ديت احنا ناسينها، ناس عملوا دور جبار كلهم بصراحه، ولازم الاداره تكلف نفسها وتكرم الناس ديت. ان انت النهارده ممنوع مقيد ويطلع لك مجموعه ناشئين زي دي، لا يعني ده حاجه طبعًا. انجاز بصراحه يا كابتن. طبعا مهدور حق الناس في الحته دي بصراحه. طبعا فطبعا مدرب محترم، مدرب خبره طبعا، انت كنت مدرب كبير وشايف الراجل بيشتغل ازاي بالشغل اللي موجود ده، بالعناصر اللي موجوده، وبيقدر يلم نفسه وبيقدر ينافس.
النهارده انت بتتكلم بتقول ان المدرب الاهلي محطوط ومضغوط وبتاع، مش زي نادي الزمالك مستحيل النهارده يقدر يطلع بالفرقه دي. لا حاجه محترمه ان شاء الله باذن الله، المنافسه قويه جدا. شايف ان المنافسه هتبقى بين الزمالك وبيراميدز اكتر من الاهلي، يعني انا مطلع الاهلي بره المنافسه بالمستوى ده. مش شايف ماتش بكره ازاي؟ يعني فرقه فيوتشر فرقه عامله موسم كبير، حصل لها دروب شويه. فيوتشر اللي قدام الاهلي ولا فيوتشر حاجه تانية؟ يعني فيوتشر اللي كان قدام الاهلي ده ما كانش فيوتشر، بس فيوتشر قدام الاهلي برضو دخل فيهم جون بدري. لا واللعب اتفتح، يعني ظروف الماتش برضو ما مشيتش معاهم. يعني بص يا كابتن، انت راجل كنت لاعب عالمي ومدرب عالمي، انت شايف وضع اللعيبه ونفسيه اللعيبه وهي نازله الملعب كانت هي اللي هتكسب او عندها طموح المكسب؟ انا اشك في القصه دي. طب ليه يعني؟ اصل خلي بالك فيوتشر كده بتلعب من غير ضغوط وبتلعب ماتش الاهلي، المفروض اللعيبه تلعبه للمتعه، يعني تلعب ان هي تبين نفسها، كل اللعيبه دي عايزه توري نفسها. طب هل هيبقى كده نفس الاداء قدام الزمالك؟ ما اعرفش ما انا بقول لك، يعني هو ده، يعني هو خلاص كده ضمن اللي هو قاعد وضمن اللي هو في المربع، هل هيبقى نفس الاداء بكره قدام الزمالك؟ اشك. ما اعرفش ليه. لا ممكن يكون، ممكن الزمالك، انت ايش عرفك، ممكن الزمالك يتصيد المباراه بكره من اولها ويلعب ماتش كبير طبعا لان الزمالك هينافس. انا بتكلم على فيوتشر، انت بالنسبه للزمالك، الزمالك هينافس فهيلعب بكل قوته وعايز يكسب، ودوافع المكسب عنده اكتر من فيوتشر. هل فيوتشر بقى هتبقى نازله باريحيه ونازله طب ايه رايك في الماتش من الناحيه الفنيه؟ خلينا نتكلم من الناحيه الفنيه. انا شايف مدرب كابتن علي ماهر مدرب محترم، ومدرب انا من الناس اللي برشحه منتخب مصر اصلا، يعني من المدربين المحترمه جدا اللي انا يعني بحترمه في الدوري. مدرب كل ما مسك فرقه كان ليه معاهم يعني. طبعا فطبعا هيبقى ماتش جامد لو اتلعب ماتش فعلا زي ما انت بتقول كده منافسه. لا هيبقى ماتش قوي طبعا. مين انت كراجل زملكاوي، مين اكتر اللعيبه اللي انت تبقى قلقان منها في فيوتشر؟ لا عندهم مجموعه لعيبه كويس، احمد رفعت لعيب كويس جدا، عندهم يعني في اكتر من لعيب كويسين عندهم. طبعا عايزين نشوف قائمه الزمالك عشان نستعرض قائمه الزمالك، وعايز اسال شوقي السعيد رايه ايه انسب تشكيل الزمالك يلعب بيه بكره، خاصه في ظل الغيابات اللي موجوده. وهل يعني دي القائمه شوقي؟ عواد طبعا، ومحمد نديم حراس مرمى، محمود علاء، عبد الغني الونش، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعه، عبد الشافي، فتوح، حمزه المسلوسي، حازم امام عاشور، اسلام جابر، محمد اشرف رؤى، يوسف اوباما، محمود شيكابالا، احمد زيزو، ايمن حفني، وسيد عبد الله نيمار، وسيف الدين الجزيري. انت حاسس فيريرا بكره هيلعب ازاي يا شوقي؟ هيلعب باربعه، هيلعب بثلاثه؟ هو عمل حط مسلوسي في مكان اكتر من رائع بصراحه، يعني ده انا من وجهه نظري ده المكان الانسب للمسلوسي مع حسام ومع الونش، ده خط دفاع كده مظبوط جدا. وعندك في نص الملعب امام، وموجود برضو عبد الغني وعبد الغني، وفي اسلام جابر برضو. اسلام جابر كان كويس الماتش اللي فات، كان كويس جدا. هايل. مع طبعا يعني انا ما برجحش ان هو يبدا بشيكا، شايف شيكا ان هو لما بينزل بيبقى عنده الباور اقوى من ما بيكون اساسي يعني. وفي لاعب عندنا لاعب جامد جدا، انا مش عارف هو مستواه، اوباما يعني اللاعب ده جامد قوي يا كابتن، لاعب جامد قوي مستواه، يعني كامكانيات لاعب مش شايف لاعب في مصر زيه، بس مش عارف ايه الحاله اللي هو فيها. حد يقعد معاه، حد يكلمه، ده لاعب مهم جدا ولازم نستفاد منه يعني. سيد زيزو طبعا، احمد سيد زيزو طبعا لا غبار عليه. نيمار مفاجاه، قنبله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وعندنا طبعا سيف الجزيري في الحته. هو الراجل بص يعني هو الراجل عمل حاجه كويسه جدا، ان هو زي ما انت بتقول هو حجم مجهود المسلوسي. مسلوسي لعيب لما بيروح ويجي ما بيبقى دفاعيا مش قادر، منهك فعلا. فهو هو احنا على فكره بنلعب اربعه بس، وهو بيبدا الهجمه بيوقف المسلوسي كسنتر باك ناحيه اليمين، ما بيعديش نص الملعب، وبيخلي نيمار هو اللي فاتح كانه وينج باك، كانه باك في خمسه. ايوه. والناحيه الثانيه فتوح او عبد الله يعني. لو تتذكر انت عملت لنا التشكيله دي واحنا في الاسماعيلي، كنت بلعب كده. كنت بتلعب كده؟ واحنا بنبدا واحنا ما بنعناش كره اربعه، واحنا بنعمل كده. هو عملها بذكاء كبير جدا، لان هو عارف ان، وهي دي قيمه فيريرا، ان هو عارف معاه ترمومتر امكانيات اللعيب، كل لعيب يقدر ياخد منه ايه بالظبط. فعلا. فهو بس انت رايك لو شيكابالا، يعني الناس كلها خايفه من موضوع، الزملكاويه كلهم خايفين بعدم وجود بن شرقي، وايه البديل لبن شرقي؟ الراجل اختار الماتش اللي فات ان هو يبدا بشيكابالا كوينج ليفت، وانت بتقول لي
ان مش عدلته بقى يعني يا ميدو مش عدلته مش عدلته وانت وانت عايز ان هو ينزل الشوط الثاني يبقى اضافه قويه جدا يعني. طب مين يلعب فوق يعني؟ هو لو لعب بالتشكيل ده حمزه المسلوسي وحسام والونش و يعني انت عندك اسلام جابر ورؤى. انا من وجهه نظري ممكن العب انا امام عاشور مكان بن شرقي، عنده الحته دي امام عاشور مكان بس امام هتخسره في نص الملعب يا شوقي صعب. ما انت عندك اسلام وعندك رؤى اثنين برضو اقوياء يعني. لا هو هيبدا بعبد الغني، هيبدا بعبد الغني على الدايره لان عبد الغني الماتش ده كان اتكلمنا على بن شرقي مين يقدر يدي الحته انت دي. انت رايك ان امام يلعب من الشمال فوق؟ هو اصلا ايام ما كان يعني مكان هو امام مكانه ده مكانه اصلا حرس العدوك كان وينج ده مكانه وينج يعني انت رايك ان هو يبدا بعرفوش لجوه وبيشوط يعني انت شايف ان هو يبدا على فكره حل كويس ان هو يبدا بعبد الغني واسلام ويلعب امام في الحته دي جامده جدا صح امام يعني بيعرف يعملها يعملها كويس لا هو عنده شخصيه وشخصيته بيعرف يروح وبيعدي وانت فاهم بيعرف يشوط ويخلي شيكابالا اخر نص ساعه يبقى جامد قوي بصراحه. طب انت كراجل مدافع وانت لعبت باك رايت ولعبت مساك، انت شايف لو انت يعني بتنصح حمزه المسلوسي انسب طريقه يواجه بيها رفعت ازاي؟ لان رفعت مساحات لا رفعت كمان عنده ميزه ان هو بيعرف يرفع بيعدي من الشمال واليمين يعني اللعيب ممكن يكون من الاجنحه القليله في مصر، الاجنحه كلها انت عارف في مصر ليها عدله رفعت قليل قوي لما بيخش لجوه يا كابتن رفعت بيعمل كده وكده قليل لما بيخش لجوه لما بيخش لجوه ما يعني لا لما بيخش لجوه بيعمل اوفر كويس قوي بيعمل كروس كويس قوي يعني بيعملها من ثبات وهو واقف يروح عاملها. انسب طريقه انت لو انت بتنصح حمزه المسلوسي لمواجهه احمد رفعت يقابله ازاي؟ انا من وجهه نظري هيبقى يعني ما يدلوش فرصه ان هو يلف له يروح يقابله على طول يروح يقابله من قدام انا هروح اقابله من قدام يعني انا بالنسبه لي مش هحله رفعت ما يتسابلوش لان رفعت لعب يعني من اقل فرصه لو لف لك بوشه هيعدي من اي حد هيعدي هو سريع ما شاء الله وبيعرف يلعب برجله يمين وشمال فانا بقول اللي هو لو انت قفلت عليه من بدري لا خلاص كده قفلت مفتاح لعب كبير في فيوتشر. ولو يعني انا في رايي ان مهم جدا يا شوقي لو عشان تقفل على رفعت ان لو عبد الغني بيلعب على الدايره في الحته دي لازم يبقى قريب من حمزه المسلوسي يعني يعني ايه يقفل ناحيته يقفل ناحيته لما يخش جوه يلاقي لعيب يلاقي لعيب دايما عامل له سطره عامل دبل اب ده غير انت اصلا يعني الحته دي انت لازم تهاجم من ناحيته اكتر يعني انا بالنسبه لي انا واحد زي علي معلول مثلا انا لو انا بلعب المفروض اللي عندي اللعيب اللي معايا قدامي هقول له العب انت وراه انا اقطع هلعب لك على طول ما عادش هيطلع من مره اتنين مش هتقول للعيب اللي معاك ارجع دافع معايا من عند الفندر انا بحب ده يا كابتن انا بحب اللي معايا اللي هو اللي في ناحيتي ما يدافعش اكتر هو يريحني في الهجوميه والفندر هو اللي زي ما انت بتقول كده عبد الغني يميل ناحيه الباك خلاص كده انا قفلت كده قفلنا الحتتين دول بالنسبه لقدامي خلاص الباك مش هيطلع تاني هيريحني وهيضطر الهاف بتاعه يرجع معاه يعني انا لو قدام واحد زي زيزو ده هفضله هريح له اكتر ان هو يهاجم اكتر ما يخلوش يدافع كتير تمام هيفيدنا اكتر في الحته دي. ممكن اسالك سؤال الناس كلها بتتكلم عن الاجهاد وكل الناس بتتكلم عن اللعيبه مجهده وان ضغط الماتشات وكل حاجه لكن انا ما شاء الله يعني انا شايف ان لعيبه الزمالك بدنيا افوق من كل الفرق اللي حواليها انت في رايك ايه سر الموضوع؟ انت قلت ان الراجل بيعرف يطلع كل لعيب مجهوده ايه وبيعرف يوظف اللعيبه هي دي الراجل يعني انت راك فيرينا هو السبب الرئيسي طبعا مستحيل مدرب يجي يقول لك اصل الفرقه دي ما فيش عندها لياقه وانا اجي في خلال اي مدرب كده اي مدرب بيمسك اي فرقه يقول لك اصل الفرقه واقعه بدنيا فيرينا ما عملش احنا لعبنا على ان الفرقه كانت واقعه بدنيا وانا جيت في اسبوع بدني ايه اللي انت عملته في اسبوع معلش انا اسف يعني انت ايه انت معاك العصا السحريه هتخاف في ثانيه هتعمل لياقه بدنيه لا طبعا ده قصه وحكايه وانت عارف الكلام ده فانت النهارده تيجي تقول لي الفرقه واقعه بدنيا لا هو الراجل عارف يوظف اللعيبه صح امكانيات شيكابالا اللي هو يديني 40 دقيقه هو 40 دقيقه امكانيات بن شرقي هو يديني 50 دقيقه هو 50 دقيقه انا ما بفتيش لا وكمان ممكن حتى لو واحد هيديني 90 دقيقه زي حمزه المسلوسي مثلا بس انا محجم مجهوده انا ربطه في حته معينه بس ما بيعملش هو راجل ذكي جدا في الحته دي صحيح. هنتكلم اكتر عن ماتش بكره وعايز اسالك عن حاجات تانية كتير بعد الفاصل هنتكلم مع شوقي السعيد. اهلا بحضراتكم مره تانية في المنتدى وضيفي كابتن شوقي السعيد. شوقي قلت لي ان انت استبعدت الاهلي من المنافسه من الزمالك وبيراميدز طبعا ليه استبعدت الاهلي
ليه يعني ليه الاهلي حتى هو وحش بيكسب الماتشين اللي فاتوا وهو مش في احسن حالته بيكسب؟ ليه استبعدت الاهلي؟ مبدئيا هو لو كان موجود موسيماني ما كنتش استبعدته. مدرب كويس ذكي عنده فكر خبره. اللي موجود ده انا شايف اللي هو بتاع بيتكلم في تصريحات كتير وبره الكوره. انا ما بحبش اي حد يتكلم بره الكوره كابتن ويطلع من بره. انا ما بحبش القصه دي. مكان موسيماني بيكسب بيهم وكان ادائهم بيبقى كويس فتره. اشمعنى انت ليه؟ فالاهلي حاليا مستواه ما يدلش ان هو هيعمل حاجه يعني. النهارده المقصه الاخير بتكسبها بواحد بالقوه فاهمني؟ فلا بعيد عن المنافسه خالص يعني ممكن نظري. طب ماشي، لو انت حطيت المنافسه بين الزمالك وبيراميدز انت شايف مين اقرب؟ اللي هيكسب الماتش اللي جاي ولا 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 الموضوع لسه طويل؟ ده لسه طويل. لسه بدري. انا 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 يعني انا شايف ان الزمالك ان شاء الله باذن الله بالمستوى اللي هو فيه ده ان شاء الله باذن الله يكون حسم الدوري ان شاء الله باذن الله بدري ماتشين. لكن بيراميدز هل يعني المشكله برضو ان بيراميدز برضو نفسه مش طول في يعني في البطولات برضو مش ممكن يقع يعني ممكن معاك لو خسر منك خلاص كده الموضوع بقى بعيد. يتاثر بالهزيمه. وانا بص انا شايف ان لكن حافز المادي عندهم لو المادي عند اللعيبه ممكن قصدك لو في مكافئات خاصه طبعا يعني طبعا. وخلي بالك هو ما هو ده اللي بيستفاد اللعيبه الفرق اللي بتهبط والفرق اللي بتنافس هم ده اللي حاليا هم اللي هيستفادوا لان المكافئات بتاعهم بتبقى خاصه يعني. فممكن يكون السبب. بص معانا الماتشات اللي يعني متبقيه لبيراميدز في الدوري وللزمالك. اللي بيراميدز عنده الزمالك الاثنين اللي جاي بقى كان عنده المقاولين ماتش صعب. المقاولين بيصارع محل في المحل برضو. فين يا جماعه مشيتوا ليه؟ ليه كده عملتوا معايا كده؟ كنت برجع كنا بنقرا لسه بقى. ماشي عندنا المقاولين وبعد كده المحله في المحله وبعد كده المحله بيراميدز وسموحه. ماتش رخم المحله. هو بينافس على الهبوط. لا ماتش المحله صعب قوي في طبعًا المحله يعني. طبعًا. ماتش من الماتشات اللي انا كراجل زملكاوي كنت قلقان منها. طبعا. نروح نرجع وفيوتشر بيراميدز هيلعب فيوتشر لسه هيلعب سيراميك كليوباترا بقى عنده الجونه. الجونه ممكن يكون الماتش ده بالنسبه له حياه وموت على فكره. طب في اخر مباراه في الدوري. تعالوا نروح نشوف ماتشات الزمالك. بنفكر الساده المشاهدين يعني الماتشات المتبقيه للزمالك وبيراميدز. الزمالك عنده طبعا فيوتشر بكره ماتش صعب بقى عنده بيراميدز يوم الاثنين بقى عنده هم دول ماتشين يا كابتن اللي هيحسموا الدنيا. يعني رايك لو الزمالك كسب الماتشين دول هيحسموا يبقوا بنسبه كبيره. بنسبه كبيره كان عنده الجونه في الجونه ماتش مش سهل. بعد كده عنده ماتش المقصه يعني برضو مقصه النهارده لعب ماتش كبير قدام الاهلي ماتش كويس جدا. فاركو الزمالك عنده فاركو في اسكندريه. بعد كده عنده الاتحاد السكندري. اعتقد ان الزمالك هيفضل موجود في اسكندريه شوقي المصري. لا الزمالك هيفضل موجود المصري عشان بعد كده ينزل مصر. ينزل مصر بعد كده المصري. ما المصري في اسكندريه برضو. لا بس هينزل يلعب في القاهره في يوم 23 يعني يروح يبقى في اسكندريه وبعد كده يرجع القاهره. وبعد كده عنده اخر ماتش ايسترن كومباني. ماتشات صعبه كلها ماتشات صعبه. انا في رايي يا شوقي ان الزمالك ما يقدرش يلعب فول باور يعني يلعب بقوته كامله في الماتشين بتوع فيوتشر وبيراميدز. لازم ماتش بيراميدز يعني لازم يلعب فول باور في ماتش فيوتشر يخلصه بدري يحاول يخلصه بدري ويشتغل فيه جامد. ولازم ماتش بيراميدز لازم يسيب الاستحواذ لبيراميدز ويلعب على الكاونتر اتاك يلعب على الهجمه المرتده. لان لو لعب بفول باور حاول ان هو يضغط في الماتشين مع ضيق الوقت ومع عدد اللعيبه هي دي المشكله. هتبقى مشكله. تعالى المشكله عندك في اللعيبه. اللعيبه مفيش تدوير مش عارف يدور كتير. ما هي المشكله عندك في اللعيبه. ان انا مثلا الماتش اللي فات انا كنت خلاص يعني انت خلصت بنتمنى ان هو يطلع زيزو عشان خاطر مفيش حد يعوره. انا كنت قاعد خايف يتعور حد يتعور. انت فهمت النهارده الماتش الجاي انت بتقول انزل فول باور والكلام ده. هل انت واثق ان ممكن الماتش يبقى سهل؟ لا اشك الماتش يبقى سهل. ان هو انت قصدك على فيوتشر؟ طبعا انا شايف ان فيوتشر اصعب من بيراميدز. لان بيراميدز برضو عندها دوافع اللي عايزه تكسب فهتبقى الموضوع سهل بالنسبه لك. لكن فيوتشر هتبقى صعب. بس فيوتشر برضو هيلعبوا ان هو هيحاولوا يكسبوا يعني. فيوتشر مش هيلعب على التعادل على فكره. فيوتشر عايز يوقفك. فيوتشر هيبقى هدفه اللي هو يوقفك. لكن بيراميدز هيبقى عايز يكسب عشان خاطر يوصل للمنافسه فعايز يكسب. فهيلعب معاك جيم مفتوح يعني. هيبقى في مساحات. لكن فيوتشر هيبقى الموضوع مخنوق. بس صدقني فيوتشر مش هيخنق الماتش. علي ماهر ما بيعرفش
علي ماهر هيلعب كره هجوميه وهيبقى عايز ان هو لو عليه هو هيلعب الماتشين هيبقى فيهم مساحات. اه لو في تعليمات بقى يعني يبقى الموضوع صعب شويه. تعليمات ايه؟ لا تعليمات لا حد يعني. يقول له يعني وقف والدنيا توقف وبتاع مش عارف. لا مفيش كلام ده، ما تسمعش الكلام ده. انت بجد طبعا مقتنع بالكلام ده؟ مقتنع بايه؟ امال ايه؟ مقتنع ان في مين يدي تعليمات للفيوتشر ان هو عشان عشان يعني يوقف الزمالك ويفوت للاهلي؟ انت هقول لك على حاجه يا كابتن ميدو، ودي انا بقولها في كل الناس بصراحه، انا بشوفك انت عندك ايه، انا مش هقول لك حياديه، انت المفروض انت محسوب على نادي الزمالك طبعا. ماشي بس قول راجل زملكاوي. انا بقول لك الحقيقه طبعا. لا انت راجل زملكاوي طبعا، بتحب الاهلي ولا ما بتحبوش ده حاجه بقى ترجع لك. انا بقول لك انت راجل زملكاوي محسوب على نادي الزمالك. النهارده لما بشوف مثلا كابتن سيف زاهر، كابتن احمد شوبير في البرنامج، اول ما الاهلي بيخسر بلقهم زعلانين والشوم متغير. يا ماتش الزمالك مثلا والاهلي، كابتن سيف زاهر زعلان قوي ومتاثر قوي. انت راجل محايد، مالكش دعوه باهلي وزمالك. انت بقيت في مكان ما انتش اهلي ولا زمالك. ما انتش مش عماد متعب مثلا. عماد متعب حقه اللي هو يزعل، راجل محلل. لكن انت راجل النهارده قاعد في مكان محايد، تبقاش زعلان. طب انت بتحس ان هو زعلان من وشه يعني؟ من وشه طبعا. لما بيكون الاهلي كسبان بتلاقي وشه ما شاء الله احمر وبيضحك وبتاع مبسوط، لكن لما بيكون خسران الاهلي ده خسران. هو ده على فكره سيف بالذات يعني، كابتن شوبير طبعا راجل. انا بقول لك اللي انا شايفه، بقول لك وجهه نظري. بس سيف بالذات الناس بتعتب عليه ان هو محايد زياده عن اللزوم، او ان هو في الوسط زياده عن اللزوم، دايما بيحاول لا 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 لا, لا 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 يعني ده هو حتى طالع له منحازين للنادي الاهلي طبعا. هو كابتن شوبير طبعا. والله انا شايف مش قوي كده يعني. كابتن شوبير منحاز للاهلي ماشي، لان كابتن شوبير راجل ليجند في الاهلي، راجل اسطوره. لا بس انت النهارده قعدت في مكان محايد. انت فاهمني؟ بس انت النهارده بتتكلم عن انت بتطلع تدافع عن نادي الزمالك ولا نادي الزمالك والاهلي؟ لا بدافع عن الاثنين. انا واخد الشغلانه كده. انت الزملكاوي زعلان منك وكل الناس بتنتقدك ان انت المفروض تبقى في صف نادي الزمالك. كل الناس انا بس ببقى منطق الزمالك يعمل حاجه كويسه وابقى اول كل جمهور الزمالك بينتقد ميدو. بص يا كابتن انا بقولها لك، انا راجل متابع، كل جمهور الزمالك بينتقد ميدو لان ميدو المفروض محسوب على نادي الزمالك، فهم عايزينك تبقى في نادي الزمالك. قصه مش كده بقى، انت محايد صحيح. انت فاهمني؟ بل بتقف مع النادي الاهلي وبتدافع، والنادي الاهلي المفروض يعمل كذا. انت فاهمني؟ صحيح. انا المفروض هم برضو نفس الكلام صح ولا؟ انت انا معاك ان الاعلامي، بص طالما ان انت قعدت في منصه اعلاميه محايده مش ملك حد يعني. أيوه. ده اللي لازم تفرق بين بس كده. يعني مثلا لو انا شغال في قناه الزمالك طبعا زملكاوي هطلع زمالك، انما طالما ان انت في منصه اعلاميه مش محسوبه على حد، يا اما ما تشتغلش الشغلانه خالص، يا اما لو اشتغلتها لازم تشتغلها كده. وانا معاك ان حتى لو في ناس بتعمل الشغلانه بشكل مختلف، ده غلط. هو الناس لازم تفرق ان اللي شغال ده شغال فين. يعني انا على فكره ممكن اعمل فيديو مثلا على التويتر عندي او انا على تويتر عندي او على انستغرام بتاع راجل زملكاوي 100% طبعا، مش محايد طبعا. الزمالك لما بيكسب بلبس فانيله الزمالك وبتاع، لان دي حاجه بتاعتي. أيوة. انا دي منصه بتاعتي. يعني بتاعتي. حص حص. انما هنا لو انا عملت كده ابقى راجل ما استحقش ده. ما ينفعش طبعا. اللي انا موجود فيه، ودي دي اكيد رسالتنا للناس كلها. ايه رايك في موقف الكابتن سيد عبد الحفيظ في المباراه الاخيره وعدم قبوله للمرور بالممر الشرفي بعد نهائي الكاس؟ بص هو لو اتكلمنا طبعا، هي مش اهانه نادي الزمالك، لان مش نادي الزمالك اللي عامل الممر الشرفي. ده اللي عامله اتحاد الكوره، فدي لو اهانه تبقى اهانه لاتحاد الكوره. مش لينا خالص، مش نادي الزمالك. احنا خدنا تعليمات زي ما انت عارف ان اعمل الفرقه اللي هتخسر، الفرقه اللي هتكسب تعرف تعمل بروتوكول. فانا عملت، لان انا التزمت باللي اتقال لي. فانا انت بقى ما عدتش من الممر الشرفي، ده حاجه انت اهنت اتحاد الكوره والنظام اللي محطوط. مش احنا مالناش علاقه. كنت تسلم على المشهور مرتضى او ما تسلمش، ده حاجه ترجع لك انت. هو مش مستني ان انت تسلم عليه او ما تسلمش عليه، ده حاجه ترجع لك انت. انت فاهمني؟ المشهور مرتضى في حته ثانيه. ده من ده رئيس اكبر نادي في افريقيا. انت فاهمني؟ فمش مستني اللي هو يسلم على حد. انت تسلمت اهلا، ما سلمتش. لا مشهور مرتضى ما يهموش. يعني مشهور مرتضى لما سيد عبد الحفيظ ما سلمش عليه بس، فمش عادي يعني، مفيش مشكله. انت راجل مش عايز تسلم عادي. ده راجل انا راجل ده راجل كبير في السن، وراجل رئيس نادي الزمالك زي ما انت بتقول. خلاص انت سلم على لعيبه. شفت انت شفت المشهور مرتضى سلم على لعيبه الاهلي ازاي؟ بكل حب وبكل احترام وبكل ادب. فما هو انا نرفض الكلام ده يا كابتن. ثاني برده ثاني حاجه برده عايز اتكلم فيها، موضوع ان النهارده انا بطلع احفل على النادي الاهلي كشوقي، وببقى فرحان لما بخسره، وبقعد اهزر باحترام وبادب. عمري في حياتي لا شتمت النادي الاهلي ولا غلطت في النادي الاهلي. ما بحبش النادي الاهلي وما ما بحبش اسمع سيرته وحبش. ماشي انا حر، ده حاجه ترجع لي. لكن عمري في حياتي ما اطلع واقف واشتم النادي. عمري مستحيل مش تمشي النادي الاهلي. عمرك هتعمل كده في لا لا لا, لا خالص. في الطبيعي ما اشتمش النادي الاهلي، ده نادي كبير ونادي له احترامه. لما النهارده جماهير النادي الاهلي تنتقل القصه لسياسه ونتبع واحد هربان زي علاء صادق ونمشي معاه ونمشي وراه وهو اللي يبقى بيدير
لا طبعا احنا فينا يا جماعه مهما كان جمهور اهلي وجمهور الزمالك احنا مصريين وبنحب البلد وبنحب مصر ولازم نبقى ايد واحده. ان واحد يوجهنا اعمل كذا وما تعملش كذا لا طبعا ممنوع ما ينفعش نقف هنا بقى لا ستوب. فهمنا كابتن بقت موضوع سياسه نرفض الكلام ده خالص يعني انا نرفض الكلام ده. انا معاك ان علاء صادق واحد من زودها. لا لا علاء صادق واحد يعني ابراهيم سعيد بيطلع يهزر وبتاع ومش عارف ايه انت حر ماشي. لا لا بغض النظر علاء صادق اهلاوي او زملكاوي انا بقول لك علاء صادق ده عنده اجنده ضد مصر حلو وضد الدوله نمشي وراه. لا طبعا بس احنا لازم ننصح الاعلام بقى الاعلام على فكره واجنده واضحه. انا قايل الكلام ده على تويتر من سنين. هو يعني بيتقاضى اموال من المكان اللي هو موجود فيه علشان يثير الفتنه في الرياضه المصريه والكلام واضح وصريح وهو عنده اجنده. وللاسف للاسف عشان انت اتكلمت في الموضوع ده للاسف الناس اللي في مصر اللي موجودين هي اللي كبرته وهي اللي نجحته. هو كان راجل ولا يعني علاء صادق كان بيتكلم ولا حد بيسمع له حاجه ناس قليله جدا وبتاع. الناس عندنا هي اللي كبروه وعملوا له قيمه ان هو كذا وبتاع. ده راجل زي ما انت عارف انا مع احترامي يعني راجل كان طبعا يعني موجود في مصر وكان راجل اعلامي وشغال وكل حاجه. كان راجل ده راجل عليه احكام ادرب البلد ادرب البلد عليه احكام قضائيه وهربان من مصر. فعلا انا معاك مش هو ده اللي كابتن هو لا مش هو ده اللي نسمع كلام لا يقل بعيدا عن الاهلي والزمالك والله شوقي ما انا فاهم انا شوقي بقول لك احنا ايد واحده كلامه يا جماعه. مش علاء صادق اللي لما يقول كلمه اهلل عليه. لازم نعرف الاول الراجل ده واخد احكام قضائيه واخدها ايه هي الاحكام القضائيه اللي واخدها. وصدقوني والله 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 ان علاء صادق عنده اجنده بينفذها ضد الدوله المصريه. عنده اجنده بيتقاضى عليها اموال ان هو يثير الفتنه ما بين الجمهور المصري. لا واللي ضايقك بقى كابتن واللي زعلك ان بس في جمهور بيسمع كتير فاهمين الكلام ده شويه صدق كابتن. في ناس في الاداره يعني معلش مع احترامي ليك لما اطلع اقول كلام على صدر الكلام والاقي ان الاداره في النادي لا يمكن تنفذه. لا يمكن لا يمكن كابتن هو ذكي جدا. بص هو ذكي. هو اسمعني بقى لا يمكن اداره الاهلي تكون بتنفذ كلام علاء صادق لان اداره الاهلي صدقني كلهم ناس مثقفه وناس واعيه وناس وطنيين بقى هو بقى ذكي جدا. بص هو ذكي جدا لان هو بتاع هو بيبقى قاري ايه اللي ممكن مجلس اداره الاهلي القرار اللي هيتاخده فيقول فبيروح قايله قبليها عشان يطلع قدام الجمهور اللي هو اللي بيوجه الناس ان انا بوجه. لكن والله صدقني بقسم لك بالله لا يمكن يكون في بني ادم في مجلس اداره الاهلي بيسمع لعلاء صادق لان هم عارفين ان هو راجل هربان وخاين. عارفين هم عارفين الكنيه بتاعته ايه. كويس انت وضحت لي الحته دي. لا صدقني أنا هو ذكي جدا. بس خلي بالك لان دي شغلته. هو ذكي بيعرف يستشعر مثلا ان وخلي بالك ممكن يكون مخترق للنادي الاهلي في حته معينه. عنده واحد جوه مثلا مش جوه مجلس الاداره صحفي جوه مثلا بيقول له ده الامور اللي بتدار كذا وبتاع فيطلع يسبق يروح قايل بتاع. انما هو صدقني والله ولا ليه اي قيمه بمعنى. انا بقول لك يا كابتن النادي الاهلي نادي مصري طبعا والزمالك نادي مصري. ما هوش ده مش نادي مرتضى منصور وده مش نادي محمود الخطيب. ده نادي مصري والجماهير جماهير مصريه ناس وطنيه بنحب بلدنا. ما ينفعش نمشي ورا اي حد بيثير الفتنه. هزر اضحك اتريق على الزمالك اتريق على الاهلي نهزر الكلام ده كله ابراهيم سعيد لما بيطلع يتكلم لكن ما اسمحش ان اي حد يضر البلدي. صحيح تحيك يا شوقي على الكلام اللي انت بتقوله وانا بضم صوتي بصوتك يعني. وما ينفعش نتكسف من الكلام ده. لا طبعا عادي ما عندناش مشكله ان احنا نحن نورتنا يا شوقي حبيبي ربنا يخليك ربنا يخليك حبيبي عليك نورتني حبيبي عليك ربنا يخليك. دي كانت حلقه النهارده. هسيبكم بقى في الويكند واشوفكم ان شاء الله يوم السبت على خير باذن الله. تصبحوا على خير.